السلام عليكم طلاب. المرحلة الأولى قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية. محاضرة اليوم loop mesh method. هاي الطريقة اللي هي طريقة المش أو اللوب نستخدمها في حالة عندي أكثر من مصدر فولتية وتيار، في حالة وجود أكثر من مصدر فولتية وتيار، يا أما نستخدم قانون المش أو اللوب أو نستخدم سوبربوزيشن إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. نجي إلى طريقة المش أو اللوب في حالة وجود أكثر من مصدر. نجي نسوي لوبات. كم لوب عندي هنا؟ عندي لوبات اثنين، عندي لوبات اثنين. اللوب الأول سميته I1، اللوب الثاني سميته I2، والأكو لوب ثالث منه سميه I3، وهكذا. شلون أبدي أحل؟ نبدي نجزئ لوب لوب. طبعا خطوات الحل هنا يقول لك step 1 انه نعين اللوبات، صار عندي لوبات اثنين. الستيب الثاني، الخطوة الثانية يقول لك سوي البولاريتيز يعني الأقطاب على المقاومات لكل ريزيستر لكل مقاومة. فالخطوة الثانية ورا ما عينا الخطوة الأولى اللوبات نجي نحدد قطبية المقاومات. لو نلاحظ شباب التيار هذا مع عقرب الساعة دخوله للمقاومة الأولى، دخوله للمقاومة حيولد لفرق جهد موجب سالب. يجي منا التيار يمر بالمقاومة ثلاثة يسوي لفرق جهد موجب سالب. بالنسبة لللوب الثاني تيار الآي 2 هم مع عقرب الساعة، دخوله للمقاومة هاي هم يسبب لفرق جهد موجب سالب، دخوله هنا موجب سالب. فصار عندي لوبين حددت الأقطاب. نيجي شباب بعدها نطبق قانون كيرشوف للفولتية. مش أو اللوب هي علاقتها بقانون الكيرشوف للفولتية. نيجي فور لوب 1، فور لوب 1 نيجي على اللوب الأول. نلاحظ أنه الـ E1 سالب موجب، الـ E1 هي سالب موجب. فرق الجهد اللي هنا هو موجب سالب، فرق الجهد هنا موجب سالب. فأجي أقول E1 ناقص، ليش ناقص؟ لأن هاي الفولتية على طرف المقاومة الـ R1 عكس الفولتية على طرف المقاومة على طرف الفولتية الـ E1. فـ E1 E1 تنزل ناقصاً I1 في الـ R1، I1 في الـ R1 وقلت ناقص لأنه هنا فرق الجهد عكس هذا، هنا سالب موجب هنا موجب سالب، ناقصا ناقص I1 في الـ R3. يعني هنا أنا شو أقول شباب؟ حتى لا تدوخ قول ناقص، حط الـ R3 المقاومة هاي R3 I1 ناقص I2. الـ R3 صايرة هاي المقاومة صايرة بين هذا اللوب وهذا اللوب، أي مقاومة بين لوبات اثنين يصير طرح التيارات بيناتهم. ليش؟ لأن التيار الـ I1 حيدخل بهالشكل، تيار الـ I2 حيدخل من جوا. التيار الـ I1 يدخل من فوق بهالشكل، هذا نازل اللي جوا بهالشكل، هذا نزل. تيار الـ I2 بهالشكل صعد، فالـ I1 عكس الـ I2، فنقول I1 ناقص I2 في R3 ويساوي لصفر. الـ E1 قد قيمتها؟ قيمتها 2 ناقصا الـ R1 قيمتها 2 فيصير 2 I1، الـ R3 قيمتها 4 ناقصا 4 في I1 ناقص I2 يساوي لنا صفر. هذا اللوب الأول خلصنا منه. نيجي على اللوب الثاني. اللوب الثاني شباب نشوف هاي البطارية اللي هنا موجب سالب، هنا همينا موجب سالب. إذا البطارية القطبية مالتها متشابهة لفرق الجهد على R3 وفرق الجهد على R2، فكلهم حيصيرون سوالف، فنقول سالب E2 سالب V3
سالب V2 إذن سالب E2 ناقصا نحط الـ R ثري مثل قبل شوية هنا أنا حيصير I2 ناقص I1 I2 ناقص I1 I من أشتغل على هذا اللوب وأحسب الفولتية على هاي المقاومة أقول التيار اللي ديمر بهذا اللوب ناقص التيار اللوب الثاني عكس قبل شوية من كنا نشتغل هنا اللي يباع هنا R3 قلنا I1 ناقص I2 ليش لا أشتغل أنا على هذا اللوب بهذا اللوب الـ I1 ناقص I2 بينما بهذا اللوب الـ I2 ناقص I1 ناقصا I2 في R2 يساوي لصفر الـ E2 هي 6 فصير سالب 6 ناقصا مقاومة الـ R3 4 في I2 ناقص I1 ناقصا 1 I2 ويساوي لي صفر اللي هو هذا 1 I2 صارت عندي لوبات اثنين. نرتب الخطوة بعدها نرتب اللوب الأول واللوب الثاني اللي بأرقام حطهن واحد واللي به المتغيرات حطهن واحد فصارت عندي اثنين تساوي 6 I1 ناقصا 4 I2 مجرد ترتيب يعني هنا نرجع اثنين يساوي تنقل دني كولن لهذا الجهة صارت عندي سالب 2 تنقل هنا صير موجب 2 سالب 4 I1 تنقل هنا صير موجب 4 I1 2 زائد 4 صار 6 I1 زائدا أو عفو ناقصا حصير 4 I2 ناقصا 4 I2 اللوب الثاني هم الرتبة نخلي الأرقام واحد والمتغيرات واحد فصارت سالب 6 يساوي سالب 4 I1 زائدا 5 I2 مثل ما سويت هسه نجي هنا سالب 6 تساوي تنقل بني من هذا الطرف حصير موجبات تنجمع الـ I2 ويا الـ I2 فـ 4 زائدا 1 حيصير 5 وهنا ناقصا 4 I1 ناقص 4 I1 زائد 5 I2 تريد تحلها بالطريقة الآنية معادلات آنية تريد تحلها بأنه تدخل وحدة بدلات الثانية أو تريد تحلها بطريقة الماتريكس هذا السؤال حاله هو بطريقة الماتريكس شلون نحل بطريقة الماتريكس نيجي شباب طريقة الماتريكس انه انا عندي متغيرات اثنين اللي هي الاكس والواي وعندي البقية ثوابت فحتى اريد اني اطلع قيمة الاكس اكس 1 قانونها تساوي دلتا 1 على دلتا وتساوي دلتا 1 على دلتا دلتا هي ديتيرمينت ودلتا 1 هنشوف شو تساوي عند اطلع الـ X1 فجي شو احط؟ احط هنا determinant احط C1 و C2 انزلهم C1 و C2 تنزل هنا واللي بيويا الـ Y هي B1 و B2 احطهم هنا على determinant هو A1 A2 B1 و B2 انزلهم دلتا 1 determinant للدلتا 1 شو يساوي؟ C1 في الـ B2 C1 في الـ B2 قانون هذا C1 هذا في هذا عكس الإشارة C2 في الـ B1 ودلتا determinant مال دلتا هي A1 في الـ B2 ناقصا الـ A2 في الـ B1 بالنسبة للـ Y طبعا أنا أطلع الـ X وأطلع الـ Y أريد أطلع الـ X وأريد أطلع الـ Y عيدها أريد أطلع الـ X والـ Y اللي هو X متغير والـ Y متغير الـ A والـ B والـ C ثوابت فمن أريد أطلع الـ X اطلع الاكس عن طريق هذا القانون يساوي دلتا 1 على دلتا الدلتا 1 هي شو تساوي ديتيرمنت المن انزل سي 1 وسي 2 هنا وانزل البي 1 والبي 2 هنا الديتيرمنت الاصليه هي انزل الاي 1 والاي 2 والبي 1 والبي 2 شلون احسب الديتيرمنت الدلتا 1 احسب الديتيرمنت مالها هي سي 1 في البي 2 عكس الاشاره سي 2 في البي 1 وبالنسبة للدلتا هاي هي A1 في الـ B2 ناقصا A2 في الـ B1 إذا أريد أطلع بالنسبة للـ Y
بالنسبة للواي سون الدلتا تعد دلتا، الدلتا هي نفسها اللي هي A1B2 ناقصا A2 في B1، هذا اللي يتغير عندي. أحط اللي بدلالة الإكس، نحط اللي بدلالة الإكس اللي هو A1 والA2، حط A1 والA2 هنا، وأحط الثوابت اللي هي C1 وC2 هنا. من أطلع Y أحط اللي بدلالة الإكس هنا، والثوابت اللي هي C1 وC2 أحطها هنا، فأقدر أطلع منها أنا X1 وX2. نرجع للمثال، طبعا إذا كانت المصفوفة ثنائية. نرجع للمثال شباب، أنا شنو عندي المتغيرات؟ عندي المتغيرات هي I1 وI2، عندي المتغيرات هي I1 وI2. إذا أريد أطلع الI1 بساوي إنه دلتا 1 على الديترمنت. الدلتا 1 هي أنه نزل 2 وسالب، هذا هو C1 وC2 باعتبار هاي هي A1 وهاي A2، هاي B1 وهاي B2. ف C1 تنزل اللي هي 2 وC2 سالب 6، الI1 كأنما شون X قبل شوية X نفس الشيء، تنزل قانون هيساوينا دلتا 1 على دلتا، ويساوينا C1 C2 B1 B2. C1 هي 2، C2 هي سالب 6، B1 هي سالب 4، والB2 هي 5، على الديترمنت الكلية اللي هي A1 A2 B1 B2، A1 A2 B1 B2. نحسب الديترمنت هي 2 في 5 ناقصا 6 في سالب 4 على 6 في 5 ناقصا سالب 4 في سالب 4، تطلع عندي سالب 1 أمبير. الاي 2 شو يساوي؟ قانون الاي 2 يساوي دلتا 2 على دلتا، دلتا 2 على دلتا، الدلتا 2 نجي ننزل هنا A1 و A2، الA1 هي 6 وسالب 4، C2 وC1 وC2 اللي هي 2 بسالب 6، هم نحسب الديترمنت مالتهن على الA1 في الB2 ناقصنا الA2 في الB1، ويطلع لنا سالب 2. طلعت الI1 وطلعت الI2، إذا أريد أحسب المقاومة اللي دتمر، عفوا تيار المقاومة 4، تيار الديمر على المقاومة 4 فهي I1 ناقص I2، تيار الديمر على المقاومة 4 هنا هو I1 ناقص I2 حسب قانون كيرشوف للتيار. فيساوي لي I1 ناقص I2، I1 هو سالب 1 ناقص I2 سالب 2، يطلع لي 1 أمبير. نأخذ مثال ثاني. Using mesh analysis determine the current through بطارية 9، أريد التيار اللي مر هنا for an instruction. إن التيار الI1 هنا عندي مقاومات R1 R2 R3 وعندي R4 وعندي E بطارية. كم لوب عندي هنا؟ عندي 3 لوبات، عندي هذا اللوب الأول، هذا اللوب الثاني، هذا اللوب الثالث. نيجي على اللوب الأول، هذا هو اللوب الأول، شو فصلناه؟ هذا هو اللوب الأول، هو عبارة عن مصدر تيار وR1، هذا هو اللوب الأول. إذا من هنا نقدر نستنتج، أو هنا طبعا بهذا المثال محول مصدر التيار إلى مصدر فولتي. إحنا قلنا مصدر التيار يحول إلى مصدر الفولتية أنه أخلي مصدر الفولتية على التوالي ويا المقاومة، بينما مصدر التيار هو على التوازي المقاومة. مصدر التيار على التوازي المقاومة أحوله إلى مصدر فولتية على التوالي المقاومة، أو أحد مصادر الفولتية تسهيل حسابات. فالإيتو شو حطلع؟ الI1 في الR1، 2 في 2.2 يطلع 4.4، والمقاومة اللي هي 2.2 تنزل توالي ويا الفولتية. فصارت عندي الدائرة بهالشكل، بها لوبات 2، حولتها للوبات 2، كل ما أقل اللوبات كل ما أسهل لي بالحل. صارت عندي مصدر فولتية الـ E2، وهنا عندي مصدر فولتية E1، إذن عندي I1 وعندي I2. لو نلاحظ شباب، هسه نجي نلاحظ أنه الـ I1 من يدخل على المقاومة الأولى هنا موجب سالب، موجب سالب، موجب سالب. الاي 2 من يفوت هنا بداية موجب سالب، يمر منها موجب سالب. نجي على اللوب الأول، هذا إشارته هو سالب موجب، بينما هنا موجب سالب، موجب سالب، موجب سالب. فيقول اي 2 ناقصا اي 1 في ار 1
يعني I1 طلعها عامل مشترك R1 زائد R2 زائد R3 زائد I2 في الـ R3 ويساوي لي صفر. I1 R1 زائد I1 R2 زائد I1 R3 ناقص ناقص عكس الإشارة اللي احنا قبل شوية ما قلنا الـ R3 هي عبارة عن I1 ناقص عن I2، تدخل عليهم الإشارة فتصير زائد I2 في الـ R3، تنعكس الإشارة ويساوي لي صفر. الـ E2 هو 4.4 ناقصا I1 مقاومة النزل قيمهن، صار عندي معادلة بدلالة الـ I1 والـ I2. جوابتو لا تتقيدون بطريقة الحل، اكو عدة طرق، اكو فيديوهات ثانية إلي بموضوع المش أو اللوب حالها بغير أسلوب، فأنت شوف يا هي الأسهل لك اتبعها. اللوب الثاني اللي هو الـ E1 إشارته سالب موجب، هنا حيمر موجب سالب موجب سالب، إذا عكس الإشارة، إذا E1 ناقص I2 في الـ R3 زائد R4 عكس الإشارة، ويا العكس الإشارة حيصير موجب I1 في الـ R3، حصير عندي معادلتين بدلالة الـ I1 والـ I2، نحلها بنفس الطريقة الماتريكس أو تريد بالطريقة الآنية انتحر. لأن تنتهي محاضرة المش أو اللوب، طبعا أكو أمثلة بعد حلوا حاولوا تحلوها بيدكم، نلتقيكم إن شاء الله محاضرة قادمة، تحياتي.